السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سنقوم بشرح موقع لربح بعض السنتات. اسم الموقع هو ميكرو ووركرز، وهو عبارة عن موقع للخدمات المستخارة. التسجيل يمكنكم التسجيل عن طريق الضغط على ريجستر فور فري، يعني لأن التسجيل مجاني. بعد التسجيل يمكن الدخول. كما ترون، هذه هي الوظيفة أو الأعمال المصغرة التي يمكنكم إنجازها والحصول مقابل على قيمة مالية. كما ترون، فمعظم الدفعات أو معظم المبلغ الذي تتوصلون يكون ما بين، يعني أقل دفعة هي 0.08 دولار، وهي يعني نوعا ما جيدة بالمقارنة بالعمل الذي سوف تقومون به. كمثال، سنقوم بالدخول إلى هذا العمل أوفر. هنا worker done، يعني مجموع الأعمال التي تمت، يعني 209 على 270 عمل، يعني تم تنفيذ. يعني هناك 209 أشخاص أو workers قاموا بإنهاء هذا العمل واستفادوا من مستحقاتهم. You will earn، يعني بأنك ستحصل على 0.10 دولار أثناء إتمامك للخدمة. Task take less than 3 minutes to finish، يعني أن أقل من 3 دقائق يمكنك إكمال العمل والحصول على مستحقاتك. كما هنا employee، يعني اسم صاحب العمل، يعني أو الشخص الذي قام بوضع العمل. ولمراجعة العمل، يعني للتأكد من أنه أن العمل الذي قمت به أو الذي قمت بإنجازه قد تم، سيتم مراجعة العمل في 7 أيام، يعني task will be written within 7 days. هذه هي شروط العمل. كما ترى، unfortunately fake emails and invalid emails will not be paid، يعني إن كنت تستعمل بعض الإيميلات الوهمية للتسجيل، فإن صاحب العمل يقوم بحساب العمل الذي قمت بإنجازه. هنا هي هنا الانستراكشن أو التعليمات التي يجب عليك اتباعها لتنفيذ العمل. كمثال لنرى هذا، يقول لك go to، يعني ستذهب إلى هذا الرابط المختصر، تقوم بالتسجيل، بعد ذلك تقوم ب confirm your email to the list، يعني فقط كما كم يعني طريقة عادية كما تقوم بالتسجيل في أي شركة للضغط على الـ أو شركة الـ PDS. بونس، أنا كما سبق لي وجربت هذه البيزنس، فهناك بعض المشغلين يقوم بإضافة بيزنس وبعض الآخر فقط لا يقوم بوضعه. أعتذر. ألو ألو عبد الرحمن، أعتذر. كما قلنا، فإن البونيس، هناك بعض المشغلين يقومون بدفع بونيس، وهناك مشغلين آخر لا يقومون دفع ثمنه. هنا requirements proof to task was finished، يعني الدلائل أو ما الذي ستقوم بإرساله للمشغل لكي يتأكد بأنك قمت فعلا بتسجيل من رابطه الخاص. هنا email address used to sign up، يعني الإيميل الذي قمت بالتسجيل بواسطته. الـ ID and sponsor name، يعني الـ ID الخاص بك في الموقع. سبونسر نيم ستجده بجانب الاي دي لما تسجل في الموقع. اسم الموقع، على ما اظن فقط قمت بالتسجيل مسبقا لهذه الخدمه، كسب 0.10 دولار في غضون 3 ايام بعدما تاكد المشغل باني قمت بجميع الخطوات. قمت بارسال كل الاثباتات، وبعد ذلك قام بدفع 0.10 دولار. هنا email received after confirmation، يعني كما لو قلنا رسالة الترحيب التي توصلت بها أثناء التسجيل إلى الإيميل الخاص بك. لي مثلا، لو كنت موافقا على شروط هذا الشخص، تقوم فقط بالضغط على I accept this job وتقوم بإرسال الورقة الإثبات. كما قلنا مسبقا، الإيميل الخاص بك، ثم الـ ID والسبونسر، يعني السبونسر كما نقول البارتنر، يعني الشخص الذي تسجلت لديه. بعد ذلك تقوم بإرسال الإيميل أو الرسالة الصحيحة التي توصلت بها،
وبعد ذلك تقوم بطبع على I confirm that I have completed this task. أنا ذاك ستذهب إلى task I finished. أعتذر، تم تصليح الرابط. ستجد كل الأعمال التي قمت بتنفيذها وإنجازها. كما ترى فهنا التي بالأخضر تعني التي قام المشغل بالموافقة عليها بأنك قد قمت بإتمامها. هذه التي عليها علامة حمراء فهي فقد تم إلغاؤها، إما لكونها لم تستوفي كل الشروط أو لوجود خلل معين لدى المشغل. أما هذه التي باللون الفضي فهي قيد على الانتظار، أو كما يسمى pending jobs، يعني عليك الانتظار 7 أيام أو أقل على حسب المشغل ليقوم بمراجعة الطلب الذي قمت بإرساله. لننتقل أيضا قبل الانتقال إلى سحب الأموال، يمكنك أيضا أنت بإنشاء حملة في ماي كومبين. هذه الحملة يعني هي شبيهة بمثل هاته الأعمال اللي تراها. مثلا لو كنت تريد ترافيك أو كنت تريد تعليقات لأحد المواضيع أو منتجات تسوقها، مثلا المنتج الكليك بانك لكي توهم الناس بأن عليها طلب، يمكنك أن تقوم بإنشاء كومبين تقول فيها للمستخدم بأن يضع أي تعليق تريده أنت مقابل مبلغ معين، وبعد ذلك يمكن أن تطلب منه أن يرسل لك الرابط الفيديو الذي قام بالتعليق عليه، ثم اسم قناة على اليوتيوب لتتأكد أنت بعد ذلك بأنه قام بإنجاز العمل. يعني ماي كومبين يجب عليك أن توفر على الأقل $10 أو لأنها هي أقل قيمة يمكنك سحبها للأكاونت الخاص بك، وهي هنا ديبوزيت $10. أما وهي نفس الشيء بالنسبة للويتدرو لسحب الأموال، فلسحب الأموال أقل قيمة وهي $10. كما ترون أنا في الأكاونت قد وصلت لحد الآن $1 في الأكاونت، وأنا يعني بعد العمل القليل الذي أنجزته سأقوم بـ place new withdrawal request ليتم إرسال لك المستحقات. هنا يخبرني بأنه لا يمكن سحب مستحقاتي إلا بعد إتمام $9، يعني $9 زائد الدولار الذي أتوفره يعني $10 زائد الفي وهي المستحقات، يعني ينقصها الموقع من نقل الأموال من حسابك إلى حساب باي بال أو من حساب بنك يو اس بايمنت سيرفيس. أظن أن هذا كل ما علي أن أقوله عن الموقع. أتمنى أنني شرحت الموقع بما فيه الكفاية. أنا برأيي أن فأنا أيضا لست مبتدئ في الموقع، قد بدأت من التو، قد حققت $1 فقط للعمل لمدة قليلة في يعني ما يناهز 30 دقيقة اليوم، قد حصلت على الدولار الأول. أنت أيضا يمكنك تحقيق أكثر من هذا إن كنت حقا مهتم وترغب في كسب المزيد من المال على الإنترنت. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.